صباح الخير. أكيد بعد في الساعة 12 يوم الظهر راح نكون مع مباراة مهمة جدا لمنتخبنا الوطني مع منتخب المغرب. أكيد توقيت المباراة مبكر جدا، خاصة اللي عندهم أعمال، يعني راح يكون صعب جدا يحضروا المباراة، بس بنعرف حاليا عن طريق السوشيال ميديا كل شيء موجود، يعني بيقدر يكون هو بشغله ويتابع المباراة. الأمور بطلت زي أول. بالتأكيد أول نقطة ومهمة جدا، نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، ثقتنا كبيرة في منتخبنا الوطني، بنراهن على منتخبنا الوطني، نتمنى انه زي ما شفنا امبارح المنتخب السوري عم بحقق مفاجأة كبيرة انه يفوز على تونس المرشحة، ان تكون هذا درس لنا انه العطاء والروح والقتال هم راح يكونوا سبب فوز منتخبنا الوطني ان شاء الله، او تحقيق نتيجة ايجابية او اداء جيد اليوم مع المنتخب المغربي. مباراة صعبة في كل تفاصيلها، بنراهن على العزيمة، بنراهن على الإرادة، بنراهن على الدعم الجماهيري. شفنا جمهورنا في المباراة الأولى في قطر كان متواجد وشجع الفريق ووقف معاه. اليوم بنتمنى إنه يكون منتخبنا الوطني على الموعد ويحقق فوز مهم جدا نضمن فيه التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العرب. المباراة حكينا امبارح بالتفصيل بحاجة إلى طريقة لعب مختلفة، بحاجة لتهدئة رتم اللعب. الفريق المغربي فريق سريع جدا، فريق هجومي، نوايا هجومية، نزعة هجومية كبيرة، أطراف ملعب، اثنين خلف الاثنين صانعي ألعاب، اثنين عم بيهاجموا وبيأدوا، حفيظي، أزارو، بن شرقي، رحيمي، كلها أسماء مميزة جدا، بحاجة إلى تكتيك معين. قد ما هدينا اللعب، قد ما خففنا من الرتم إحنا موجودين. واحد سألني امبارح، طب أنت حكيت عن طريقة المنتخب المغربي 4-4-2 والتحولات الهجومية، طب إحنا شو لازم نلعب كرسم تكتيكي؟ حكيت له طبعا المدير الفني اقدر، وبحكي المدير الفني اقدر، بس انا بتمنى ان منتخبنا الوطني اليوم يلعب بطريقه مثلا اقرب ل 4 3 2 1، الطريقه اللي بيحكوا لها في علم كره القدم او مصطلحات تحليل كره القدم، طريقه شجره الكريسماس. 4 3 2 1 يعني تكثيف التواجد في منتصف الملعب، ثلاث لعيبه بمنتصف الملعب محوريين ارتكاز، واحد منهم في قلب دائره الملعب واثنين جنبه، واحد مهمته دائما مسانده الظهير الايمن، واحد مهمته دائما مساندة الظهير الأيسر عند قطع الكرة والارتداد على ملعبنا. تحديدا اليوم الظهير الأيمن أحمد ثائر بحاجة إلى مساندة كبيرة جدا، لوجود ظهير أيسر قوي جدا بمنتخب المغرب، وأمامه بن شرقي، واحد أهم المواهب بكرة المغرب حالي بالكرة المغربية حاليا، واحد أهم مفاتيح اللعب. بنفس التوقيت اثنين صانعي الالعاب الموجودين بالمنتخب واللاعبين بيلعبوا خلف الهجوم، الاثنين في المنتخب المغربي، حفيظي بحاجه الى ضغط ورقابه، اهم شيء مساحات متقاربه بين دفاعنا وخط وسطنا، وباللحظه الحاسمه مطلوب انك تعمل تحولات سريعه وتروح باطراف الملعب، بتروح بعمق الملعب بكره طوليه للاعب سريع. الثلاثه اللي في الامام انا بفضل 4-3-2-1، طبعا الكابتن عدنان حمد هو اعرف بخياراته، انا بفضل 4-3-2-1. الثلاثه اللي في الامام اثنين وامامهم واحد مهاجم، وظائفهم بالارتداد في التحولات، يعرفوا يروحوا باقصى اليمين واقصى الشمال ويركضوا بين بالعمق عند قطع الكره والارتداد، وجود لاعب محوري بيقدر يوصل الكره الطوليه مهم جدا في مباراه اليوم. عشان هيك انا بتمنى اليوم انه يكون رجائي عايد موجود، لانه هو الوحيد اللي او الاقدر على الكره العميقه في اطراف الملعب والكره الطوليه. بالنسبه للامام كل ما كانوا المهاجمين عندهم سرعه، كل ما كان عندهم قدرات، بتكون الارتداد بيكون الامر موضوع كويس ولصالحنا. يعني اليوم ممكن انا حتى يزن عماد غايب، انا بكون بستغربش انه لو شارك الكابتن حمزه الدردور بجانب بهاء فيصل، لانه حمزه بيلعب بالفسحات وبالفراغات، بتمنى ذلك مثلا، او يكون له دور في هاي المباراه او بالشوط الثاني مثلا. بنفس التوقيت محمود مرضي وعلي علوان اللي بيقدموا مباريات كبيره مع المنتخب، انه بالكره انه يكونوا سريعين جدا في الهجمه المرتده، جاهزيه شراره مثلا في اذا كان مراحل المباراه يشارك. لكن انا المحور تبعي ثلاث لعيبه بالامام بيعملوا كره سريعه مرتده سريعه نضرب فيها العمق الفريق المغربي، لكن الاهم من كل هذا اني انا احافظ على مناطقي وما اسمح للمنتخب المغربي ياخذ الادفانتج علي ويحقق اللي بده اياه في ملعبي. بالتوفيق منتخب النشامى، بالتوفيق منتخب الاردن، ثقتنا كبيره فيكم ويسعد صباحكم مره اخرى.